وللحديث أكثر حول هذا الموضوع معنا عبر الهاتف السيدة شيخة الفاضل، مدير إدارة تنمية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة بوزارة الصناعة والتجارة والسياحة. أهلا بك سيدة شيخة، ولو تحدثيني عن أهمية قطاع المؤسسات الصغيرة والمتوسطة بشكل عام وفي مملكة البحرين بشكل خاص. شكرا أختي الكريمة، نمسي عليكم بالخير وعلى المشاهدين. طبعا القطاع المؤسسات الصغيرة والمتوسطة يعتبر قطاع هام، ولذلك تم يحتفلون فيه دوليا في 27 من يونيو. والبحرين يعتبر هذا القطاع من أهم القطاعات، حيث أنه يشكل ما يقارب 98% من مجموع الشركات المحلية، ويعتبر أحد أهم العوامل الرئيسية المساهمة في دعم التنوع الاقتصادي. وننوه ونشيد بالذكر أن قطاع الإسميد يشارك أو يساهم بما يعادل 37% في الناتج المحلي الإجمالي، وذلك حتى نهاية ديسمبر من عام 2019، وما يقارب 19% من مجمل الصادرات الغير النفطية، وكذلك 40,000 فرصة وظيفية للمواطنين. فاحنا نتكلم عن قطاع جدا هام، يعني له دور بالتنوع الاقتصادي وتحقيق رؤية البحرين الاقتصادية 2030 من خلال الانتقال من اقتصاد قائم على الثروة النفطية لاقتصاد منتج قادر على المنافسة عالميا، وكذلك بكوادر محلية ووطنية. نعم سيدة الشيخة، ما هو دوركم في وزارة الصناعة والتجارة والسياحة في دعم هذا القطاع الهام وتطوير بيئة ريادة الأعمال؟ طبعا وزارة الصناعة والتجارة والسياحة ترأس من خلال الوزير مجلس تنمية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، واللي تم تأسيسه بتوجيه من صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد ولي العهد رئيس مجلس الوزراء حفظه الله ورعاه. ويهدف هذا المجلس إلى توحيد جميع الجهود ذات العلاقة بالمؤسسات الصغيرة والمتوسطة في مملكة البحرين. وتم إطلاق 21 مبادرة تحت عدة محاور، اللي هي تشكل محاور رئيسية لتنمية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة في المملكة. وتم حسب ما ذكر التقرير إنجاز ما يقارب 70% حتى نهاية الربع الثاني من 2021، ما يقارب 70%، واحنا في طور إنجاز حتى ما يقارب 80% في نهاية عام 2021 بإذن الله. وقد ساهمت هذه المبادرات في تعزيز فرصة المؤسسات الصغيرة والمتوسطة للتنافس محليا وكذلك دوليا وعالميا من خلال إطلاق حزمة من المبادرات المتنوعة. نعم السيدة شيخ الفاضل، مدير إدارة تنمية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة بوزارة الصناعة والتجارة والسياحة، شكرا جزيلا لك.